جدينا صبر صبر خليني فهمني شنو الكاستين. انا نتكلم معاك انت. انا شاهدت المباراه الاولى المنتخب الجزائري وشجعنا الجزائر وفي الماتش المغرب كانوا اصدقائنا الجزائريين جنبنا. تعليقك عليه؟ المشاكل السياسيه تفرقنا ولكن الكره جمعتنا ووحدتنا وحنا خوت. احنا زعما خاطينا المشاكل السياسيه احنا بيناتنا نبقاو خوا ان شاء الله تبقى دوام ان شاء الله. ونتمنى ثاني تفوز الجزائر ان شاء الله الدوزيام تور كيفنا كي الجزائر الدوزيام تور نحبكم في الفينال اخويا. اي نتلاقوا في الفينال ان شاء الله. لا فينال خلي لمصر احنا نتقابلوا في الثمي فينال ونخليو لمصر. خلي ما نخلوها لكم. لا لا ندوها احنا خدوها المغرب العربي. ما انت مصر خوتنا. لا ندوها المغرب العربي. خلي ما تلعب. ان شاء الله ان شاء الله ندوها اليوم راه مديينها ربعه خضراء. طيب المنتخب الجزائري في الماتش الاول كنت مقتنع بالاداء؟ ماتش الجزائر؟ الجزائر شويه شويه بريمير ميطون ديزيام ميطون شويه كانوا زعما عيا وكان اللي كيضمنوا النتيجه قعدوا كان اللي تباهوا على الماتش كيما ركوزوج. ومتفائلين انه هذه التشكيله ديال المنتخب الجزائري واللي كتعتبر ربما من بين افضل التشكيلات اللي دازت في السنوات الاخيره واش متفائلين انه تقدر تمشي؟ انا ما نكذبش عليك مانيش مرشح للمنتخب الجزائري بس ان شاء الله بالك تحصل مفاجاه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طيب شنو الكلمه اللي توجه للمغاربه؟ المغاربه اللي كيشجعوا الجزائريه وانا متاكد انه المغرب من طنجه للقويره كلهم تيشجعوا الجزائر. ها ان شاء الله ربي يحفظهم لنا ان شاء الله ونبقاو ديما خاوه ان شاء الله ونتمنى لهم التاهل معنا ان شاء الله. واخا انا غنسولك شنو كتعرف عن المغرب؟ المغرب عندي صحابي بزاف تما في المغرب عندي من كازا سيبورتو الرجاء نتمنى لهم التأهل هذا ممكن. شكرا ان شاء الله نبقاو ديما خاوة ان شاء الله ان شاء الله الله يحفظكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.